أحبكم بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من شاشة تلفزيون دبي من الشارع العربي نحن اليوم في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وأرحب بضيفي الدكتور برهام صالح رئيس حكومة كردستان العراق السابق أهلا وسهلا فيك يا دكتور معنا الشارع العربي أهلا وسهلا سينا أهلا وسهلا بك في الشارع الكردي المتواصل مع الشارع العراقي والشارع العربي هذه بالفعل إطلالة عربية شؤون العراقيين وعلى العراق العراق هذا البلد الذي تميز في عقود خلت بحكم ذاع صيت جبروته في المنطقة والعالم هذا الحكم لم يعدل سوى بتوزيع الظلم على العراقيين مهما اختلفت مشاربهم إن كانت الاثنية أو الثقافية فشكل لهم في عدالة منصة تجمعهم لمناهضته الى حين ان اتى الترياق من الخارج فاقتلع الدكتاتور ثمن باهظ من دماء العراقيين واموالهم وتركهم تحت وطاه البحث عن نظام جديد يوزع فيه العدل الصافي بدون اي شائب ولكن ما استطاع الدكتاتور والنار يفترق اليوم في زمن حكام العراق الجدد. من بغداد الى الشمال تفرق وخصومات وطموحات تلبي الحاجات الضيقه وتطعم فكره كل جهه تدعي ان الحق الى جانبها حكم مركزي يستقوي بما استطاع على وأطراف لا تتورع على زج حيزها أو حيز الوطن في الصراعات الإقليمية ولو كان على حساب غرق البلد وأهله في ضياع لا مفر لأحد مناضل وقائد كردي تحمل مسؤوليات عدة في الاتحاد الوطني الكردستاني ترأس حكومة تفاوت ما قبل سقوط نظام البعث وما بعده، وشغل منصب نائب رئيس الحكومة المركزية، في اقتصاد، وفي تنظيم علاقات العراق الدولية، ونجح في مجالات تربوية وثقافية، وبالطبع اسمه في الداخل والخارج علامة دبلوماسية مقبولة حائزة على الاحترام. اهلا وسهلا فيك دكتور برهم بنبلش فورا الشارع العربي اليوم يريد ان يعرف اين هل يعيش العراق ربيع عربي اسوه بالبلدان الاخرى ام هو خريف حد كبير بسبب الخصوصيات الكامنه في هذا المجتمع وفي الوضع العراقي نحن الان في سنه عشر سنوات على ذكرى سقوط النظام السابق ربما هذه محطة مهمة عراقيين وكمكونات عراقية بدأنا بعملية التغيير نعم أتانا التغيير مبنيا على نضالات عقود من الزمن دفع العراقيون ثمنا باهظا من أجل التخفيض وكان لا قصدي انه تبسيط الوضع وكانه تغيير فقط من الخارج ربما فيه تبسيط هذا اللي لا لا تفضلتي الذي يعني نعم تفضلت به ان النظام كان ظالما يعني نقول بدأ بالكرد ولكن انتهى الى كل شريحه اخرى من شرائح المجتمع العراقي وكان لم يكن عادلا الا المقدمه بهذا المفهوم، لكن العراقيين يعني ناضلوا لعقود من الزمن كي يعكس ارادتهم في الحياه الحره الكريمه. بعد عشر سنوات من سقوط النظام وتدشين العراق من تاريخ العراق الجديد وعدنا شعبنا بتاسيس نظام ديمقراطي امن مع شعبه وامن بما أن أكون صادقا مع نفسي وصادقا مع شعبي وصادقا مع المشاهدين وأقول أمامنا طريق هل أنتم أصلا على الطريق الصحيح برأيك أستطيع أن أقول أن إنهاء النظام السابق وإنهاء طلاق مهمة لكن خلال السنوات الأخيرة المنحة لم يكن منحة نستطيع أن نجتمع عليه من المسؤول عن إيراد المنحة إذا صح؟ في فعلا. تقديري أن هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية، الأخطاء التي قامت بها القوات الأجنبية التي أتت التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي لم تكن قليلة وعرقلت عملية الانتقال في العراق الاستقرار في العراق لا شك ان هذه كلها عوامل مهمه الارث الكبير للنظام السابق من وهي ليست سهله التجاوز كل هذا صحيح لكنني اقول اريد ان اكون صادقا مع نفسي وصادقا مع العراقيه وانا منهم أه نتحمل مسؤوليه كبيره الى ما الت اليه الاوضاع كان فرصه تاريخيه ان نصمم وضعا جديدا في العراق لن تتكرر فيه مآسي الماضي أما ما الذي كان يمكن أن يتم فعله كسياسيين اليوم لم تفعلوه بنيناه على مفهوم التوافق والشراكة بين المكونات العراقية هذا المفهوم لم جسد بالشكل المطلوب لاعتبارات مختلفة ومنها ما تعرض له العراق من هجمة إرهابية طائفية خطيرة أدت إلى تعميق الهوى الطائفية وفي نفس الوقت حتى مع الوضع الكردي الوحالة الكردية مع الحالة المركزية في بغداد إيه. آه كان المفروض أن, أن ننتصر في العراق الجديد من دستور جامع وفيصل لحل مشاكلنا لكن لا تنسى بسهوله ارث الاستبداد وارث المركزيه لا تزال باقيه في العراق وكان التاريخ الماضي كان كله يعني قضيه الإسلام وبذهاب صدام تزول معه الثقافة البعثية والثقافة الصدامية أمام أنا أقول أن العراق الجديد كي يكون في أمن مع نفسه وأمن مع جيرانه العراق الجديد كي يكون في حال بين مكوناته بحاجه الى مفهوم للديمقراطيه ومفهوم للفدراليه مناطق إلى المكونات كي يرى كل مكون نفسه شريكا حقيقيا في السلطة ولا هذا التناحر ومثل هذا الصراع على السلطة في بغداد. دكتور أنت اليوم بتقول المشكلة هي عراقية بامتياز المركزية في 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 أسلوب إدارة البلد لا. كثير ردوا عليك وقالوا لا المشكلة في تحديدا اليوم هذا الاقليم انتم جزء من فدراليه ولكنكم تتصرفون ككونفدراليه في دولة تامة نحكي عن عقود النفط السرية للسلطة العراقية ما مع خبر فيها نحكي على المطار اللي ما في علم عراقي لو وصلت اليوم لأربيل ما شفت علم عراقي القانون أنا لم هذيك المرة أنا جيت قبل على أربيل هذه المره على الاقل انا مشاهداتي كزينه لم ارى علم على كل ساتاكد من ذلك لكن أيه؟ العلم العراقي خلي أيه؟ على الابنيه الرسميه نحن مم. جزء من الدوله العراقيه اولا، ثانيا فيما يتعلق بقضيه منحة كردستان نعم مع, مع بغداد لكنني اريد انا مؤمن بالمشروع الوطني العراقي ارى في قوتك قوه للبصره وقوه لمناطق العراق الاخرى والعكس الصحيح لا يمكن لكردستان ان تكون مستقره وامنه بغداد والبصره والانبار مستقره ومزدهره نحن جزء من هذه المنطقه اليوم الحكومه المركزيه تعتبر ان كل التي تقوم بها حكومة أقليم كردستان من مد أنابيب لتركيا من اتفاقيات اعود واقول سريه بمعنى انه الحكومه ليست سريه احكي لك انا كنت يعني في الحكومة ما بتعرف قديش عم تدخل لا بتعرف اذا انتم عم بتدخلوا بالميزانيه خل... كما ياتيكم خل... هي مشكلتكم خلينا لا لا, لا. انا هذه مساله مهمه جدا أي. كردستان اعلنت عقودها النفطيه كنت في الحكومه 42 عقد نفطي نشر على موقع الالكتروني لحكومه اقليم كردستان وزودنا الحكومه العراقيه بتلك العقود هذه نقطه بس لا لقر... على قيمتها لدينا اختلافات مع بغداد حول طيب. طبيعه هذه العقود يقينا هناك اختلاف. لكن عندما تتحدثين مم. عن عقود سريه في هذا العالم لم يعد هناك سريه ثم عقودنا هنا في كردستان فيها بند حكومه اقليم كردستان وتلزم ويلزم الشركات النفطيه هذه العقود أيه بالالتزام بالشفافية الدوليه للصناعات الاستخراجيه وهذه مساله مهمه جدا وكردستان كجزء من العراق انضوي تحت رايه هذه الاتفاقيه فهذه المسائل واضحه لكن انا اقول نعم هناك اختلاف في طبيعه يجب أن نحتكم إلى الدستور نحتكم إلى ما يؤكده الدستور ألا وهو أن هذه الثروة ملكة هذه الثروة بناء على أساس واحد ألا وهو تعظيم الفائدة للشعب العراقي في حسب الكثير من الخبراء فيها مردود يعني يتأتي يأتي بمردود لكن في تقدير دكتور معلش بدي اقطعك لانه يعني بعتقد انه غطينا هي الفكره ولكن في تقدير الحكومه المركزيه مشكلتها مع فقط مادية أو مالية هي مشكلة سيادة بمعنى أنه هي مشروع لانفصال صحيح صريح بوقفه عليه لرئيس البرزاني قال أن شركة أكسون موبايل تعادل عشرة فرق عسكرية لا تغادره هي استقواء بشركات النفط لتحقيق لم في اسمع سنة. هذا التصريح. شركة اكسون موبيل. تنفيه قبل. في ولا ما سمعته؟ انا ما سمعته م. ما سمعته. شركة اكسون موبل قبل ان تاتي الى كردستان كانت في لنؤكد ذلك. لا تزال في الجنوب ولها عقود نفطيه مبرمه مع الحكومه العراقيه. قبل سنتين او ما ثلاثه. مشكلة عليها؟ الآن بدأت بعض المشاكل لكنها في طور الحل حسب ما سمعت لكن يعني إنت... هذه مسألة مهمة قديما كان الإخوان في وزارة النفط يقولون لنا أن الشركات التي تستثمر في كردستان هي شركات صغيرة أي... للعقود أتت شركة إكسون موبل أتت شركة شيفرون أتت شركة توتال الفرنسية أتت شركة جا... عمالقة الصناعة النفطية أتوا إلى كردستان لأنهم رأوا فيها مستقبلا باهرا للصناعة النفطية أنا أقول هذا الكلام أنا ذاك عندما وقعنا العقد مع إكسون موبل إكسون موبل موجود في الجنوب وله عقد نفطي هنا في كردستان دعنا نتعاون كي نجعل من هذه الشركة وما تقوم به مفيداً لا فقط يعني ان مم. نتنافس فيما بيننا على هذه العقود. انا اقول قضيه الاستقواء بالاجنبي غير مليء بالعبر من هذا الجانب. نحن جزء من هذه المنطقه، الاجنبي ياتي ويغادر ياتي التجربه المريره التي مر بها الكرد في 1975 بعد اتفاقيه الجزائر وانهاء الدعم الامريكي آه انهارت الثورة الكردية نحن جزء من هذه المنطقة استقواؤنا يجب أن يكون بذات أيضا بعلاقاتنا ونحن في هذا البلد في العراق نعيش مع آه أشق الانتصار للمصالح المشتركة بيننا وأنا أقول لأهلي في بغداد وفي البصرة أقول أن الثروة النفطيه يجب ان لا ينظر اليها وكانه محاوله للانفصال، نعم هي محاوله ان لا تتكرر علينا ماسي الحصار والتجويع الذي مرينا بها في لنفط يستخرج من كردستان ملك لكل الشعب العراقي ووارداته للعراق. اللي بيعترضوا على علاقتكم تحديدا المركزية وباقي العراق في عندك اعتراض أكراد تركيا يعتبرون أنه اليوم أكراد قضية تركيا يصافحون العدو أنا في هذا الموضوع أولا دعنا ن... دعينا ن... العلاقة العراقية التركية علاقة مهمة والعراق له علاقة دبلوماسية مع تركيا هناك والحكومة العراقية معروفة لدينا خلافاتنا في اقليم كردستان متاتيه من وضعنا الكردي مع انقره. لكن قديما كان هناك تعاون بين انقره وبغداد لتقويض الوضع الكردي، تاريخيا هكذا كان. من تجاوز تلك الحاله الان الكرد لهم علاقات جيده مع كل جيران العراق ليس فقط كانوا في, في تصور الحاله الكرديه وكانها حاله توتر. مع جيران العراق علاقتكم بإيران مثل علاقتكم مع تركيا ليه؟ علاقتنا جاوبني، علاقتكم مع مع إيران هي كعلاقتكم مع تركيا؟ تركيا علاقاتها الاقتصادية اقتصادي في تنامي مستمر ليس فقط في العراق في كل المنطقة، تركيا قوة اقتصادية ناهضة وكبيرة مهمة جدا لكن على غير قليلة ومهمة جدا، وانظري إلى الخريطة انا انظر من منطق المصالح لدينا خلافات جديه مع لكن يجب ان نبني هذه العلاقات على اسس المصالح المشتركه الاقتصاديه والامنيه والسياسيه ه... هي المصالح الامنيه لا. لليوم اكراد تركيا بيقولوا لك هذه مواجهة. اولا لا يقينا لا يقينا لا يقينا عادات بيد تركيا او غير تركيا لضرب الحركه الكرديه وكلامنا مع الساسه الترك ومع القاده الكرديه في تركيا يجب ان تحل بالسلم وهناك الان حوار بين اوجلان جزيره امرالي والحكومه التركيه كلامنا مع الترك مع الاتراك كلام واضح وفي ومن القوى التركيه تعي ان التعامل الكردي في العراق مع تركيا ينصب في هذا الموضوع، نحن لا نتد تركيا لكن في نفس الوقت الرساله واضحه. القرن العشرين كان قرنا ظالما بحق الكرد. اضطررنا الى انواع الاباده والتهميش والاقصاء. القرن الواحد في تقديري في هذه المنطقه هو قرن الكرد زماننا أتى كما أن صدام حسين لم ينجح في استئصال واجتثاث زمنكم أتى, أتى. أتى لم ينجح صدام حسين وقف. لا 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 خليني كلمة حليني. كبيرة لا بدي بمعنى زماننا أتى م -م. في العراق ستحكمون العراق نحن الشركاء في العراق نحن شركاء كيف في العراق ما أنتوا اصلا شركاء في العراق كيف زمانكم انت هذا قبل 2003 في ايران بسوريا قبل قبل 2003 كان العراق يحكم من قبل دكتاتور شرس طيب وقبل 91 تعرض الكرد الى حملات الاباده واستخدام الاسلحه الكيميائيه وانتهى بالاف قابر الجماعيه مهروف. الكرد من 91 والى 2003 وما بعد ذلك بنين زمننا هذا هو ربيعنا وفي تقديري الرساله واضحه ان التجربه الكرديه في العراق تجربه بليغه يجدي الأسلحة الكيميائية لا تجدي في استئصال إرادة شعب هذا الشعب مصر لكن توفير الحقوق وتامين الحقوق الكرديه ليس بخطر على الاخرين. كان ينظر اليها عامل تقسيم وعامل توتر في المنطقه، استطيع ان ادعي اليوم ان كردستان العراق استقرارا الكرد جزء من هذه المنطقه حقوقهم تعني الاستقرار ولا يمكن في هذه المنطقه بتجاهل الحقوق الوطنيه الكرديه. هذا ما هي حدود هذه الحقوق الوطنية؟ كل جزء من أجزاء كردستان كل جزء له خصوصيته وأهله وقياداته هم يقررون أنا هذا الموضوع يعود إلى القيادات الكردية هم يقررون خيار يعني أقول أن الدولة السورية على مدى عقود من الزمن تجاهلت الشعب الجنسيه وتعاملت معهم كانهم مواطنين من الدرجه الثانيه وطبقت نظام من المظالم التي لحقت بالكرد هذا هذا الوضع في في سوريا انتهى والكرد الان جزء في سوريا ولن تستقيم حال سوريا بدون الاقرار بالحقوق الوطنيه والديمقراطيه الكرد بسوريا يعني متذبذب يحسبون احيانا على النظام تعرف معركه راس العين هن انا لست بصدد الدخول في تفاصيل ومفردات الوضع السوري هذا شان القيادات الكردية الفراغماتية البراغماتية لهالدرجة بتوصل حتى لو أنا يعني لا لا أنا أجيب أجاوبك على هذا السؤال لكن في هناك لا شك هم جزء من الوضع المعارض للنظام لان هذا النظام وهذه العقليه عقليه البعث الكرد ومنعتهم من ممارسه حقوقهم لا شك في ذلك لكن في نفس الوقت قوى ما تتحفظ على الحقوق الاساسيه للشعب الكردي ما دام عرجنا على الوضع السوري هذا موضوع <applause> موضوع مهم له تداعياته الكبيرة على المنطقة على العراق على كردستان أنا أقول في العراقي أو في سوريا نفس المفهوم فأنا الكردي العراقي الذي اكتوى بنظام البحث لا يمكن لي إلا أن أتعاطى وأقدر له طموحه وأتفهم طموحه في الحياة الحرة الكريمة في نظام ديمقراطي لكن الموضوع ليس موضوع النظام الحالي في سوريا وانما ما هو ان هناك قوى تتحرك على الارض لا تبشر بالخير وانما هي مثيره لل خطيره ليس فقط على سوريا وانما على مجمل المنطقه ويجب ان نتعلم من التجربه العراقيه وبدانا بالتجربه وإنهاء الدكتاتورية فقط وإنما البديل يجب أن يكون أيضا مرتبا السوري معتدلا يوفر لكل المكونات السورية ولكل المواطنين السوريين حقوقهم م. ما من خطابات بعض قوى المعارضة وما نتبعه من تقارير ميدانية على تيارات على الشعب السوري أولا وعلى جوار العراق لا يمكن لنا أن نستخف بذلك فأقول أن بحاجة إلى حل سياسي سلمي ينقذ سوريا من دوامة العنف وينهي حالة العنف ويضمن لا 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 لا, لا تؤتي او لا لا توفر للمتطرفين الامساك بيحكي عن عن القاعده بدي احكي اليوم عن المظاهرات القاعده والتيارات المتطرفه هو التيارات المتطرفه التاثير التيارات المتطرفه والقاعده وغيرها اليوم برايك بال وسط العراق البعض يقول هي هو ربيع هو حقوق مشروعه البعض يقول البعض يقول هي حركه طائفيه او يعني هزه طائفيه السبب لا شك ولا يمكن لنا ان نتجاهل هذه المطالب المشروعه ولا يمكن للحكومه الاتحاديه في بغداد ان تتجاهل ليست فقط لهذه المناطق لكن هناك بعد اخر لهذه الح... لهذا الحراك من العراق او المتعارف عليها بالمناطق السنيه انه قضيه ما يشعرون به من مظلوميه المكون حاليا في العراق. هو صحيح؟ لا شك ان هناك كما قلت مطالب مشروعه وهناك الكريم. هذه يجب ان تعالج، تعالج بجديه لان لا يمكن كما قلنا في البدايه عشر سنوات وقفه مع الذات. مطلوب الآن هنا بتهم التحالف الكردي الشيعي بأنه كان سبب بإخراج لا من إنما السبب أيضا أنا ذاك القيادات السنية ارتأت القيادات السنية أنا ذاك ارتأت لنفسها أن تكون ساس البعث وهجوم عليهم و... لا لا اجتثاث م. البعث من, من الظلم آه الوضع السني كما قلت في البداية كما قلت ايه؟ في البداية أن صدام حسين كان عادلا في ظروف اقترنت بالعملية السياسية في العراق السنة لم يشاركوا بالحجم المطلوب بالشكل المطلوب لست بصدد مم. مع وسيلة التظاهر أنت يا دكتور التظاهر حق, حق مشروع إلى الآن الحمد لله أنا راضي عن تعامل الحكومة معها أتمنى أن يكون هناك تجاوب أكثر من الحكومة وتفاو والقوى السياسية مع هذا الوضع واستيعابها والتعامل مع المطالب المشروعة بجدية أكثر والخروج الطائف الذي يعيشه البلد أقول ذلك وأيضاً في نفس الوقت نحن متيقنون بأن القاعدة والت يريدون ان يجيروا هذه المظاهرات لي بصالحهم والان مناطق القوى الوطنيه في هذه المناطق مع القوى الوطنيه في بغداد وفي كردستان وغيرها يجب ان نعمل معا هي تعصف بالبلاد هذه الازمه بحاجه الى حلول جذريه عشر سنوات من هذا الوضع بحاجه الى مراجعه كي لا نستمر في هذه الدوامه، العراق الان يعيش ازمه خطيره تهددها تفضل به سماحه المرجع الديني الكبير السيد السيستاني في كربلاء حول الدوله المدنيه المستنده الى القانون والتعامل البن متظاهرين ايضا عامل مهم القيادات المعتدله من كل الاطراف م. لحل جدي ننتهي من دوامه الازمه انا اقول أن في أن من حدا بيقول انه اليوم مؤشرات في في هذه المناطق هي هي وراء هذا التحرك بمعنى غير مزاج هنا كمان بده نفس لا في النهاية أنا أقول أن كردستان نموذج يقينا وبدون تردد ولماذا لا؟ أن هناك لهذه المناطق يعني انت مع انه يصير في اقليم سني بالعراق هذا يعود الى أهل تلك المناطق وهذا مرتبط ب سوريا الدستور يكفل لهذه المناطق المختلفه ان تكون لها اقليما لكن ضمن النظام الموصوف الدستوري مم. أيه. المطالب المشروعة ضمن السقف الدستوري نعم. مهم طيب. و... الأزمة بين أقليم كردستان و بتفضل قول هيك ولا الأزمة بين أقليم كردستان والمالكي والله أن تصوير الموضوع وكان نعم شخص المالكي, أيه. شخص المالكي شخص المالكي هو ور... كان مشخصا في فترة من الفترات على المالكي السياسة في بلادنا عادة تأخذ هذا المنحة أيه. الدبلوماسية لكن نحن نتحدث عن منهج سياسي نختلف معه اختلافا جديا في النهاية هذه الحكومة تتحمل المسؤولية لكي يتحمل مسؤولية بحكم موقعه مم. نحن الآن نقول بوجود أزمة خطيرة تعصف بالبلد بحاجة إلى حي... إلى الدستور نتكاتف مم. من أجل إخراج العراق وانتشاله من دوامة الأزمة إن... العراقيين أن يرتاحوا قليلا بعد كل هذه السنوات من الحروب والحصار والأزمات المتوالية الاستقرار هذا أقل ما يستحقونه حكي جدا جميل ولكن ليس هو اللي سمعنا حيا بدك صراحة يعني لا من كردي ولا من ولا من جانب الـ يعني السني لو حكينا شوي بتفصيل يعني اليوم المتهم او اذا بدك النظام المالكي او حكومه المالكي متهمه بانه هي عم بتثير هذه الازمات اولا لتخفيف الضغط أه يعني بامر من ايران تصوير الحاله تصوير الحاله في هذا في كثير من آه يعني تجاهل الواقع والحقائق يعني مظلوم إن المالكي لا لا لست بصدد لا هو أن يتحدث بدك أنت إن شاء الله لا لا أنت إن شاء الله راح تطلبين موعدا معه ليتحدث إليك نحن لدينا خلافات المالكي ومع حكومة السيد المالكي لست بصدد تجاهل ذلك وخلافاتنا واضحة وقد مليئة محددة يعني بالمطالب إلى التحالف الوطني الحاكم في العراق دينا. دينا. بالرد انه والله والارهاب والطائفيه هي لا. نعم هذه كلها عناوين جيده لكن من كيف يتم القضاء على الارهاب والدفاع عن البلد بوجه الارهاب بتمتين الوحده الوطنيه العراقيه لا ب بالاقصاء ولا بالمركزيه الشديده م. ان هناك دستور مرت... ارتضاه العراقيون لهم م. اطارا لحكم بلدهم يجب ان نرجع اليه هذا هو الاساس ولدينا مشكله ليش ما نرجع الدستور دكتور بدي اعرف الاسباب يعني هيد نحن صرنا توصيف المشكله صار إذا كانت لماذا حكومة مالكية لا تسعى لتمديد وحدة العراق إذا أقول لك أقول لك وبكل صراحة العقلية والمتوارثة من عهود سابقة لا تزال باقية في الوضع بس هذا السبب؟ بس لا لا القضية مرة أخرى ليست يعني قضية الشخص طيب. أنا يعني المسألة أعمق أن يحكم بمبدأ التوافق والتضافر بين مكوناته أنا أعود مرة أخرى إلى قضية ما كنا نتحدث كردستان ما ترينه في كردستان نجاح يجب أن يشجع كردستان على الاستمرار في عقلية في بغداد ترى في هذا النجاح خطرا على وحدة العراق أنا أقول مم. وجود الكهرباء في كردستان يجب أنحاء العراق غياب الخدمات والفساد وغياب الأمن في بقية أنحاء العراق هو السبب للأزمة العراقي وربما خطر على تقسيم هذا البلد خطر على وحدة هذا البلد مم. فالعقلية تختلف أنا في رأيي الآن مطالب القيادات العراقية مطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار وبجدية أن نضع النقاط منحى خطير من أزمة إلى أزمة أشد من أزمة إلى أزمة أعمق والاستقطاب الطائفي <applause> وهذا خطر على وحدة طيب. ولكن الأعلى. هذا الكرد ليس مسؤولا عن ذلك ما عندهم أي مسؤولية بس في هذا الموضوع لا لا لا, لا. لا. الاستقطاب الطائفي. إيه؟ بالعكس آه تمت المحاولة من أجل إثارة العواطف القومية العربية. وضع الكردي يعني كان هناك تجيش حقيقي، لكن تبين أن الأمر هذا مخالف لحقيقة الأمور. في بغداد وقوى سياسية متنفذة. السبب الصراع على السلطة في بغداد أن هذا النموذج في كردستان. صلاحيات والابتعاد عن المركزيه صراع حقيقي على السلطه والثروه في البلد دكتور عن كيفيه حكومة اداره البلد هي قرارها بيدها يعني اليوم اذا قعدتوا على على الطاوله انت واثق من انه القرار سوف ياتي تقول مشكله عراقيه انا اقول مشكله عراقية. عراقية أن هناك تداخلات اقليميه ليست قليله في شاننا ومن قوى مختلفه م. آه لكن يعني في النهايه في ظلم النهاية. لما دار المالكي في طهران أنا في رأيي ممكن. أنه إيران له نفوذ ليس قليل في العراق يقينا، أيه؟ إيران جارة مهمة، دور كبير في هذا البلد، لكن النفوذ الإيراني أو غير الإيراني يتأتى من ماذا؟ من الشقاق الاستقواء بالأجنبي غير مفيد. ف برأي الحل يكمن في مجابهة الوازع بتمتين الوحدة الوطنية تيارات الاعتدال داخل البلد أن تتوحد فيما بينها في النهاية العراق بلد بلد حضاري القيادة العراقية لماذا تتهن أمرها بيد الأجنبي أو بيد قوى خارجية إن كانت هكذا فهي الحالة المؤسفة العراق يجب أن يكون لاعبا وفاعلا في المنطقة لا أن يكون ملعبا تاريخنا إلى الآن دكتور تتكلم كرئيس وأنت مرشح للرئاسة اليوم ما. مرشح للرئاسة يعني لا بعد مع... عمر طويل لي... الطالباني أكثر من زعيم سياسي يمثل حالة بجد حالة أبوية أخذ بيدي في كثير من مراحل حياتي السياسية وحتى الاجتماعية من غير اللائق ان نتكلم محرج إلينا. لا لك لا غير مو قضيه بس مم. احراج الطالباني الان في مشفى وننتظر رجوعه ان شاء الله يعود لنا معافى ومشافى طيب انا بضم صوتي لك اشكر واتمنى أه سالما دكتور برهم لديك الكثير من الكثير من الاسئله على فيسبوك وعلى تويتر وانت من رواد تويتر نبلش بشغله بي جدا جميله وانا فخوره انه قدر برنامج شعر العربي وصل الصوت لك وفخوره يعني بانك استجبت. في سيدة ايمان من مصر كان عندها مشكله بانه لا تستطيع ان ايمان رمزي بتقول انا مصريه وزوجي عراقي ومنع من دخول مصر واولادنا في مرحله تعليميه مختلفه نريد لم شملنا والاقامه في اربيل فهل تساعد لحالك على تويتر؟ <applause> يعني نعم انت تتبع حسابي شكراً <applause> على توفير الفرصه لي في هذا المجال وانه ايه من نعم التويتر والتواصل الاجتماعي صح آه وصلتني الرساله من السيده إيمان ومن ممثلين في القاهره الاخ ياسين بالاتصال بها والتقى آه بالسيده ايمان والت لمساعدتها للخروج من ازمتها اما أن, زو... ان تكون زوجها معها في القاهره والاخ ياسين يساعدها مع سلطة صل... نعمل على لم شمل العائله ان شاء الله في اربيل قريبا سيدة ايمان بتمنى تكون وصلت الرساله وباكد لك انه دكتور برهم هو اللي تابع الموضوع حتى ما نطلب منك نرجع للاسئله وهز البدن ها مازن المهندس بيسال كيف يمكن التعايش مع المعارضه اكتاتورية صدام حسين المرفقة باستقرار اجتماعي وسياسي وأمني وبين تخبط سياسي واجتماعي بعد الاحتلال التوصيف لم يكن هناك لا استقرار أمني ولا استقرار اجتماعي زمن صدام حسين انظري إلى المقابر الجماعية هذا هو دليل الاستقرار الأمني الآلاف الآلاف من العراقيين كانوا يرسلو يرسلون همسا وخلسة جماعية وفي غاهب السجون الصدامية ولم يكن هناك استقرار اجتماعي هكذا وإنما العراقيون كانوا يعيشون حالة رعب وحالة إرهاب وتجويع وهذه كمان اليوم بيشوفوا العراقيين واللي شافوه من منذ ذهب صدام يعني لست, بالصدد والأتل والأتل لست, لست بصدد تبرير لست بصدد شوارع محطمة لحد هلا بصراحة لست بصدد تبرير ما ما حدث ما بعد سقوط صدام يعني العراقيون تعرضوا إلى هجمة طيب. شرسة وحقيقة العراقيين اثبتوا انهم صبورين، يعني هذا الظلم، انا عشت في بغداد سنوات وزرت الكثير من المحافظات، هذا الظلم الكثير الكبير الذي وقع على العراقيين زمن صدام وايضا فيما بعد صدام، والسيارات المفخخة تحصد الابرياء ارواح الابرياء من العراقيين واضيف ايضا كلمة اخرى في ظل تجاهل عربي واسلامي مؤلم لما حدث للعراقيين. سيارات المفخخه تحصد ارواح الابرياء من العراقيين ولم نسمع اصوات كثيره تنتصر لحق العراقيين في الحياه الحره الكريمه، مع هذا اقول ان الفتره الماضيه كانت فتره مؤلمه فيها كثير من الاخفاقات نعم انجزنا الكثير في العمليه السياسيه لكن يقينا اخفاقات كثيره امنيه سياسيه وخدماتيه إن شاء الله من خلال ما كنا نتحدث عنه من حوار وطني حقيقي للوصول إلى حلول بنيوية وجذرية لمعاناة العراقيين ننتهي من هذه الدوامة العراقيين يستحقون أكيد يستحقونا العراقيين صبورين لأنه صرنا نسمع هذا الحكي إلا. لمدة بس على كل معلش خليني أمشي بسرعة شيرين لماذا يطلق البعض على حزب العمال الكردستاني كلمة الإرهابيين هذا توصيف الحكومة التركية بحق حزب العمال الكردستاني نتمنى أن تنتهي عملية الحوار إلى حل حل سلمي وجدي للقضية تركيا الكردية اللي هي دفلها. صديقة كردستان تركيا دولة مستقلة ولها حكومتها ولها رأيها في الأحداث لنا رأينا ونحن جزء من هذا الوضع في كردستان وفي العراق لنا رأينا في هذه في هذا الموضوع نحن ندعم بقوة الحل السلمي للقضية الكردية والقضية الكردية في تركيا قضية شعب يستحق الهوية وإقرار الهوية وليس قضية عنف أو إرهاب. طيب سرتيب عزيز من أقليم كردستان على الفيسبوك هل العراق على شفا حفرة من دكتاتورية جديدة؟ العراق في مفترق طرق والآن إن لم نتدارك الموقف قد ننتهي إلى حالة من الإحتراب الطائفي والقومي لا يحمد عقباه. حسن حمداني بغداد هل يمكن رفع العراقيين من بين المطرقتين الأمريكية والإيرانية؟ ولماذا ديز... لا؟ مم. ليس لدينا الإرادة والقدرة والإمكانية والتاريخ وال... والموارد كي نكون بلدا مستقلا دكتور أنت في 2008 قلت أن فوز أوباما سيحدث تغيرات عالمية وأقليمية وحدثت شو قصدك أولا انسحبت القوات الأمريكية من العراق مم. وتعاطي الأمريكي مع الشرق الأوسط مختلف تماماً عما كان عليه في في تعاطي السنة. ولا لا تعاطي. انكفاء أمريكي على ذاته، والتعاطي محدود جداً مقارنة بما كنا عليه. هذا في أفضل؟ عارف. والله هذا يعتمد أمريكا دولة مهمة ولها تأثيراتها، لكن الفراغ الأمني في المنطقة أيضاً له تداعياته. في النهاية أنا مؤمن بنظرية. أن الإرادة الذاتية لشعوبنا ولقياداتنا أهم من أي عامل خارجي يجب أن نتعاطى بدقة مع العامل الخارجي الأمر مرهون بنا هذا زمننا مرة أخرى مرة أخرى أكراد ولا العرب ولا المنطقة ولا في رأيي شوفي ما حدث في أحداث تونس ليبيا مصر وإلى ذلك وحتى في العراق في الأحداث الأخيرة أن الإرادة الذاتية للشعوب بدأت تعطي تصبح لها الأولوية في التأثير على الأحداث ربار نور الدين كيف تقيم دور المعارضة الكردية المتمثلة في ظل التوتر مع حكومة بغداد؟ والله المعارضة الكردية طبعا معارضة فاعلة ومؤثرة 40% من البرلمان الكردستاني هي من المعارضة وعندما كنت في الحكومة كان هناك سجال دائم ولها دور كبير وجود المعارضة أفضل بكثير من غيابها، وجود المعارضة ضرورة للنظام الديمقراطي م. وأريد أن أقيم أيضا عاليا دور المعارضة في التعامل مع ملفات بغداد في بغداد نحن موحدون موحدون في الدفاع عن الحقوق من الدستورية. علي حيدر من بغداد وهادم من كردستان بيسألوك عن الكركوك هي. كردستان تسأل هل مستقبل الأكراد قريب من الاستقلال؟ وانضمام كركوك الى الدوله الكرديه المستقله علي حيدر بالعكس <applause> انا اقول فيما يتعلق بحق تقرير المصير للشعب الكردي أي؟ وتشكيل الدوله الكرديه حق طبيعي لكل الشعوب بما فيها الشعب الكردي الكرد ارتضوا لانفسهم ان يكونوا جزءا من عراق ديمقراطي اتحادي اذا فيكم تستقلوا خلي اسمحيني. اسمحيني. لا 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 بدي اسالك مهم. هيك صار زمان جعبالي اسال سؤال الاكراد آه. اذا فيكم تستقلوا ليش ما عم تستقلوا <applause> كان لنا الخيار أن نستقل لكن ارتئينا لأنفسنا أن نكون جزءا من عراق ديمقراطي اتحادي أنا أستطيع أن أجزم أنا أستطيع أن أجزم هذه الدولة أستطيع, على قيد الحياة أستطيع أن أجزم بأن الكرد لن يكونوا عامل التقسيم الصراع الطائفي هو الذي يهدد الوحدة العراقية لا الوضع الكردي طيب. هذه التجربة إيه؟ في كردستان بسرعة. اسمحي لي. هذه مسألة مهمة أرجوك طيب. هذه التجربة في كردستان استقرارها ازدهارها مرتبط بازدهار العراق مصلحتنا تكمن في مصلحة العراق هكذا أرى أن مصلحتنا في مشروع وطني ناهض لكل العراق لكن الصراع في بغداد الصراع الطائفي في بغداد ونهج التفرد والاستبداد هو الذي يقسم العراق لا الطروحات الكردية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية كركوك اجاوبك على هاي لا أيضاً قبل تنصح باقي الاكراد بانه ياخذوا هذا الخيار في باقي الدول كل كل جزء من اجزاء كردستان لهم خياراتهم لهم ظروفهم ليس لي ان اكون قائما على امرهم انا ارفض القيم ما. انا ادرى بشعابي وودياني وجبالي كل يعني ما هو هذا الحلم الكردي الذي تتمسكون فيه الكريد. اذا بيرجع كل واحد لظرفه ولما لا بيكون قدامه خيار ولا اريد ان اكرر التجربه القوميه العربيه من المحيط الهادري الى الخليج الثائر والى غير ذلك آه. لا اريد ان اكرر ذلك خلونا واقعيين يعني. خلونا واقعيين انا اقول لي الحق في تقليدي مصيري بنفسي أيه؟ اسوه بشعوب العالم بما في تاسيس الدوله الكرديه اقول انا جاد في الايمان والعمل من اجل عراق ديمقراطي اتحادي لن اكون سببا في فشل هذا المشروع والاحداث اثبتت ذلك لكن إذا أتت الأمور على غير ذلك ولم يتم الالتزام بالدستور الشعب الكردي سيقرر من خلال آليات مقررة بها مصلحتنا تكمن في نجاح المشروع الوطني العراقي دكتور في عالم بيقروا هذا الموقف بالعكس بيقروا بأنه هي مجرد تهديد شعار أو شعور لعوب يعني يعني عرفت انه انا برفع خليني لك الكرت الكرس الاصفر وانت خايف من خل... الاحمر لا كل الوقت انه اذا ما بتقعدوا عاقلين احنا رح نعمل انفصال لا لا لا. في وقت انه الانفصال غير مجدي اليوم بالنسبه لكم الم... كمصالح ليس هذا الموضوع مم. نحن نقول وبدون تردد أي. ان العراق الديمقراطي الاتحادي ضامن للحقوق الكرديه وجزء ونحن جزء من هذا النظام ونريده أن ينجح لكن نجاح هذا المشروع ليس مرهونا فقط بالكرد وإنما مرهون بالاطراف الاخرى نحن جادون في ذلك وأثبتت الاحداث خاتون اننا جادون وارجوك ان تقارني المواقف الكردية والحقيقية العملية مع المواقف الأخرى وترين في وضع كردستان أكثر استقرارا وأكثر اندماجا مع المشروع الوطني العراقي لكن هناك خلافات، التهديد بالكرد والتلويح ضد الكرد كل مره نطالب فيه بمفهوم معين ان الكرد منف... انفصاليون، مم. هذه لم تعد تهمه دكتور لي قصه كركوك باختصار معك انت لو سمحت في كثير اسئله انا ككردي ارى في أي. كركوك جزءا من كردستان تعرضت الى حمله تغيير الواقع القومي من خلال عمليات التهجير. اخي العربي في العراق واخي التركماني الساكن في كركوك يرى خلاف ذلك. لدينا اختلاف حول هوية كركوب بين هذه المكونات نحن قبلنا بمادة دستورية وبآلية قانونية هم. لتطبيع الأوضاع في كركوك والرجوع إلى الأصليين أهل كركوك الأصليين لتحديد هوية كركوك ككردي كما قلت أرى في ذلك في كركوب جزءا من كردستان لكنني أقر بوجود اختلاف هذا الاختلاف يتم حله من خلال الدستور والمواد الدستورية إذا كنتم مؤمنين بدولة واحدة وين المشكلة إذا كركوك اتحادية يعني إذا كانت كركوك هون ولا هون؟ هذه كركوك تمثل تجسيدا للمعاناة الكردية. الكرد في هي شعار انتخابي بين الأحزاب مزايدات لا 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 انتخابية داخلية كردية أكثر من شعار انتخابي، أكثر من شعار انتخابي. لو كان وقت البرنامج يسمح لكنت أتحدث إليك بإسهاب حول وضع كركوك وما تمثله ليس فقط للكرد وإنما للموضوع طيب العراقي طيب آه هذه مدينة تعرضت إلى مظلمة تاريخية من عمليات التهجير وتغيير الواقع القومي بحاجة إلى تطبيق المواد الدستورية المنصوصة عليها آه منصوص عليها لتطبيع الأوضاع لكنني ككردي تعرضت إلى ظلم قومي لا أقبل ولا أرتضي أن يتم إيقاع المظلمة بالتركماني أو العرب الأصليين في تلك المدينة باسم الكرد وهذا امتحان آه ليس سهل للكرد وإن شاء الله نكون في في ضمن هذه المنظومه طيب دكتور وصلنا للاخر ارتحت <applause> ممتع طيب. آه شكرا حديثك ايضا ممتع آه اليوم سؤال على طول بينسال اقليم كردستان ولكل القاده الاكراد تحديدا في كردستان العراق آه هل لاسرائيل اي وجود اقتصادي استثماري او سياسي او امني في اقليم كردستان والله هذا السؤال ايضا سؤال قديم متجدد ولا لا تخلي خلي يقتنعون انت روحي الى كثير من هذه الدول العربيه التي فيها سفارات اسرائيليه وفيها مصالح اقتصاديه واستثماريه اسرائيليه والى غير ذلك فتهمه الإسرائيل الملصوقة بالكرد وكانها نحن جزء من الدولة العراقية، السياسة الخارجية للعراق م. تدار من قبل وزارة الخارجية، أنت كصحفية متمرسة لك أن تجولي وتصولي في كردستان وإن رأيت أي وجود إسرائيلي أرجو أن تخبرينا ليس من لا اقتصادي ولا, لا سياسي, ولا سياسي ولا ولا أمن ولا أمني انا اقول لك ولا مبطن يعني تعرف أنا انا لا استطيع ان اجزم بان ليس هناك جواسيس لهذه الدوله لا او لأ تلك هذا غير موضوع طيب. <applause> اقول اقول بدانا قلت انا نحن الكرد نعيش في هذه المنطقه مصالحنا مترابطه مع شعوب هذه المنطقه كمان معروفين بواقعيتكم معروفين, ومعروفين بسياسه الاقليات لا تستطيع اللي هي لا تستطيع ان تخدم مصالحنا من نحن جزء من العراق نحن جزء من هذه المنطقة هناك إشكالية ليست قليلة في العلاقة مع إسرائيل لا تخدم مصالحنا ولسنا يعني لا لا أرتعد خوفا كما من هذه التهم نحن واثقون من سياستنا ليس لدينا مثل هذه العلاقات هذه العلاقات غير مفيدة لنا شو طبيعة علاقتكم بإسرائيل؟ يعني؟ ليس لدينا أي علاقة معها تعتبرون لكن... إسرائيل عدوة للأكراد؟ لا ليس لسنا بصدد اطلاق مثل هذه المفاهيم، هذه المفاهيم القومويه التي كانت تطلقها بعض الدول العربيه، وانظري الى تعاملهم مع اسرائيل، نحن نؤيد حق الشعب الفلسطيني في اقامه دولته، نحن كشعب مظلوم لنا كل التعاطف كل التعاطف مع الشعب الفلسطيني ولدينا علاقات متميزة مع السلطة الفلسطينية وأرجوك إن كانت وقتك يعني للأسف مغادرة فورا تتواصلي مع القنصلية الفلسطينية في أربيل الرئيس الفلسطيني والقيادات الأخرى الفلسطينية لدينا علاقة جيدة معها لنا كل التعاطف كنت تتحدثين عن كركوك <applause> وتحدث لك عن التغيير الديمغرافي وعمليات الاستيطان كيف لي ان لا اتعاطف مع معاناه الشعب الفلسطيني لكن اذا أردت ان مع الشعب الفلسطيني هذا لا يعني أن اسرائيل عدو ولا لكم انا عم سالك سؤال مختلف آه هل ان اسرائيل يعني عدو انا أريد اسال أصدقاء هذا السؤال مع تركيا وأصدقاء لا لا مع لا لا ايران لا, لا, لا. لا قضيه موها قضيه بهذا يعني انه اما هذا او ذاك نحن جزء العراق لا 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 لا. كدوله مستقله م. ليس لها اي علاقات مع اسرائيل وترفض التعامل مع اسرائيل لانها جزء من المنظومه العربيه وكردستان اقليم كردستان جزء من هذه المنظومه تعتبر لا تعتبر أدخل... اسرائيل قلت لي هيدا الشعور القومي هيك حسيتك انه شوي بتستنكره يعني، بتعتبر اسرائيل عدوة للعرب؟ انا هذا الموضوع يعود للسياسي العربي ان يجاوب عليه، انا اقول ان المشكله في الشرق الاوسط بحاجه الى حل اساسي الا وهو تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه الطبيعي في تقليد مصيره وانهاء هذه معاناة وهذه العذابات الخطيرة أنت بتعتبر اليوم إسرائيل مختصبة للحقوق الفلسطينية لا شك في ذلك تعتبر إسرائيل نموذج يحتذى للقوميات والإثنيات في المنطقة؟ لا والله أنا أعتبر أنفسنا وشعوبنا في هذه المنطقة النموذج الذي يحتذى به لأن إسرائيل دخلت في إشكالية كبيرة مع تاريخ هذه المنطقة وهذا موضوع يستحق أن نتناقش حوله كثيرا مم. لماذا هذه المشاكل الكثيرة التي وردت المنطقة ليست بسهلة لكن أن القومية برأيي الانتماء القومي الاعتزاز بالقومية والانتماء القومي جيد لكن إذا كانت القومية تعني محاولة لسلب الغير من حقوقهم هذه هنا الكارثة هذه هي التجربة الكردية وهذه هي المعاناة الكردية الذين تبجحوا بالقومية إن كانت عربية أو تركية أو فارسية هم م. الذين تنمروا على الكرد و واستخدموا الأسلحة الكيميائية ضدنا ودفعونا إلى المقابر الجماعية ارتكبت الكثير من المظالم بحقنا باسم القومية العربية وقلة قليلة من القادة العرب والمثقفين العرب انتصروا لمعاناتنا انذاك، لكن بدات بملاحظه قيمه في تقديمك للبرنامج ان صدام حسين كان عادلا في ظلمه بدأ بالكرد بدأ بالكرد، ولكن انتهى الى كل شريحه اخرى من شرائح المجتمع العراقي، من عانى ظالما سلطه الله عليه. الحل يكمن في احترام حقوق الانسان، يكمن في احترام حقوق القوميات والمكونات. إن شاء الله يكون اليوم إن شاء الله العراق عادل بالله ظلم إن شاء الله يستحق آه العراقيون ذلك آه شكرك يا دكتور على اللقاء شكرك على استضافتك آه لنا بمنزلك منزل آه جميل آه ونلتقى قريبا إن شاء الله شكرا, شكرا جزيلا على هذه الاستضافة شكرا, شكرا لكم مشاهدينا الشارع العربي معكم الأسبوع القادم في نفس الموعد شكرا للمتابعة